الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة ميديان تي في بطنجة، وهذه أبرز عناوينها. بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي الفاكوندي وعدد كبير من وزراء الفلاحة الأفارقة والأوروبيين، انطلاق فعالية الدورة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. في انتظار استكمال تحرير الموصل، تلاميذ الجانب الشرقي من المدينة يحاولون تناسي كوابيس التقتيل والتفجيرات. وفرق الإنقاذ العاملة في المتوسط تعلن عن إنقاذ 9000 مهاجر في ظرف 3 أيام. أهلا بكم. افتتحت اليوم بمكناس الدورة 12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية يتقدمها الرئيس الغيني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الفاكوندي، إلى جانب عدد كبير من وزراء الفلاحة الأفارقة والأوروبيين. وتؤكد هذه الدورة على ضرورة خلق تجانس بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي المغربي. التفاصيل في تقرير عبد الصمد الصالح. بفضاء سهريج السواني التاريخي بمدينة مكناس، انطلقت رسميا فعاليات الدورة 12 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بحضور رئيس جمهورية غينيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء المعتمدين بالمغرب. دورة هذه السنة التي تحمل شعار النشاط التجاري والزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، مناسبة للتأكيد على ضرورة خلق تجانس بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي المغربي في مواجهة تحديات اقتصاد فلاحي عالمي يتحول باستمرار. رهان الدورة 12 المستمرة إلى غاية 23 من أبريل الجاري يتمثل في استقطاب مليون زائر لمختلف أروقة المعرض، أروقة حرص الرئيس الغيني ألفا كوندي ووزير الفلاحة عزيز أخنوش على زيارتها والاطلاع على شروحات حول المنتجات المعروضة بقطب الجهات وقطب المحتضنين والمؤسسات والقطب الدولي، بالإضافة إلى قطب المكننة وقطبي المنتجات والمنتجات المحلية، فضلا عن قطب التموين الفلاحي وقطب الطبيعة والحياة. فضاءات يزخر بها المعرض الدولي الذي أصبح موعدا سنويا يستجيب لحاجيات وانتظارات المهنيين ومختلف الفاعلين، واكتسب زخما اقتصاديا وإشعاعا دوليا جعله يستقطب في دورة هذه السنة 66 بلدا من أنحاء العالم، ومن بين تلك البلدان حضور وازن للقارة الإفريقية الممثلة ب18 بلدا، بالإضافة إلى 24 دولة أوروبية في مقدمتها إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة. وكما أشرنا إلى ذلك، تعرف هذه الدورة حضورا إفريقيا قويا من خلال تواجد عدد من الوزراء والشخصيات الإفريقية، في مقدمتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس الغيني ألفا كوندي. كما تعلمون، هدفنا اليوم هو أن يتوصل الأفارقة إلى حلول لمشاكلهم بأنفسهم وأن يتعاونوا فيما بينهم ويركزوا على النقاط المشتركة لحل كل الإشكاليات التي تعرفها أفريقيا. لكن يبقى هذا النقاش إفريقيا ولا يحتاج أن يكون نقاشا عاما، بل نقاشا قائما على التشاور فيما بيننا، معتمدين على الدبلوماسية الإفريقية من أجل إيجاد حلول لجميع المشاكل بين مشكل الصحراء. من جهة أخرى، نحن نقوي التعاون فيما بيننا ونعزز اتحاد الدول الإفريقية، لأن إفريقيا لديها موارد طبيعية أولية معدنية وفلاحية، فقط يجب علينا معرفة كيفية استغلالها مع التطورات الطاقية. وأنا متأكد أن إفريقيا ستصبح سوقا كبيرة على المستوى العالمي. وعن دورة هذه السنة وأهم ما يميزها تحدث عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. الحمد لله، الانطلاقة ديال المعرض اليوم، التدشين ديال السيد رئيس يعني غينيا كيعطيها واحد التموقع اللي هو افريقي، حضور قوي ديال المجهزين وديال العارضين. كتعرفوا كاين 260 كوبيراتيف تقريبا واكثر اللي هي موجوده، اكثر من 2200 عريض، وكذلك اكثر من 66 دوله اللي موجوده، دول افريقيه كذلك بقوه، ايطاليا عندها يعني واحد الريورك اللي هو مشرف،
غادي يكون ان شاء الله واحد ليسباس اللي غادي يجيو ليه الناس هذا الاسبوع، واللي غادي يجيو باش يشوفوا المعارض والفلاحه والتقدم ديالها، وكذلك الانسجام اللي كاين ديال العارضين، وكذلك يعني ان شاء الله رواق ديال المنتوجات المحليه، رواق كبير منظم على شكل سوق، وكنتمناو ان شاء الله يكون لي فيزيتور ويكون الطموحات ديالنا بالنسبه للرغبات ديال المواطنين اللي بغاو يشوفوا هذا يعني سميتو يكون في المستوى. دعا الملك محمد السادس إلى توسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية والارتقاء بخدماتها وبرامجها بالنظر للاحتياجات المتزايدة للبلدان العربية. وأشاد الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2017 والتي انطلقت اليوم بالرباط وتلاها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أشاد بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية سواء من خلال حجم البرامج والمشاريع التي تم تمويلها أو من خلال قوة الدعم وجودة الخبرات التي تقدمها. وفي هذا الصدد شدد الملك محمد السادس على أن البلدان العربية تواجه تحديات حقيقية ومتشابكة في ضوء التطورات الجيوستراتيجية واستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية وعدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية والتي تنعكس على النشاط الاقتصادي بالمنطقة. أكدت اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية الأوروبية التزامها القوي بالعمل بشكل متضامن لمنح مزيد من الوضوح للتعاون الاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد أعضاء اللجنة المشتركة في بيان مشترك توج أشغال الاجتماع السنوي الثامن الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر مجلس النواب على أن الارتقاء بالتعاون يتيح للجانبين تطوير أنشطتهما في كافة المجالات وفتح أسواق واعدة للمستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل سيما بالنسبة لفئتي النساء والشباب. وثمنت اللجنة المشتركة في هذا السياق نموذج الشراكة الغنية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المملكة والاتحاد، داعية إلى الحفاظ عليها وتطوير أجهزتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. إلى العراق. وبعد تحرير الجزء الشرقي للموصل من قبضة داعش بعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة جراء هيمنة التنظيم الإرهابي على المنطقة، تمكن التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة، حيث حرص الطاقم التعليمي على محو صور تلك المأساة من أذهان الأطفال، وذلك من خلال مناهج تعليمية تعيد الأمل إلى هؤلاء البراعم وتشعرهم بالأمن والأمانة. التقرير لنوفر الخمليشي. سحب الدخان التي تلبد سماء الموصل لم تمنع تلاميذ المدينة من العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سنوات من الانقطاع الإجباري. هنا في هذه المدرسة الواقعة في الجزء الشرقي المحرر يقف التلاميذ في انتظار الولوج إلى قاعة الدرس. تستحضر الكثير من التلميذات معاناتهن مع فترة تنظيم داعش الذي حاول زرع بذور العنف والتطرف في عقولهن. يستعدن ذكريات مريرة في ظل آمال بتحقيق التحصيل العلمي وفق مناهج الحكومة العراقية. كانت والله ما مليحة، بس أسامبور يعني من طلع داعش أسا كانت أحسن المدرسة، بس من فاتوا والله ما طيبي، وكانوا يعلمونا على القتال وما داومنا، صار لسنتين نص معطلين نحنا هسا، لا داومنا هسا. والله مليح الأحوال، بس المدرسة بيها نقص كثير يعني مثل ماي وكهرب، بس مع هاكم نحنا عنداوم. نغيد نتعلم علم، ما نغيد نظل جهلة. ما كان أكو دوام يعني رسمي، وتغيرت المناهج وما داومنا، أهلنا قعدونا ما خلونا نداوم لأن تغيرت المناهج، حكي يعني عليهم عن الدين وعن هاي الأشياء وعن الجهاد، وقعدنا ما بطلنا ما خلونا نداوم. رغم الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار المعارك بين القوة العراقية وتنظيم داعش، فإن استئناف الدراسة يشكل حلما طال أمده، حلم يتقاسمه الطاقم التعليمي لهذه المؤسسة مع تلاميذه. يعكف المدرسون على تلقين مواد جديدة في محاولة لمحو سلبيات المرحلة السابقة، مرحلة تستلزم الكثير من الجهد والدعم الحكومي.
ويعمل المدرسون في المدينة بشكل مجاني بعدما تعذر على الحكومة العراقية سداد الرواتب. لكن رغم هذه الظروف فإن مهمة إعادة بناء شخصية متوازنة لهؤلاء التلاميذ تعد أولوية لا محيد عنها لمواجهة أخطار الإرهاب والتطرف. قالت وكالة الأنباء السعودية إن مروحية تابعة للقوات المسلحة السعودية سقطت أثناء عمليات في اليمن اليوم، مما أسفر عن مقتل 12 عسكريا. قالت اثنتان من وكالات الإغاثة الدولية اليوم إنه جرى إنقاذ نحو 9000 مهاجر أغلبهم أفارقة في البحر المتوسط في مطلع الأسبوع بعد انطلاقهم من ليبيا في قوارب غير صالحة للإبحار سعيا للوصول إلى جنوب إيطاليا، محطتهم الأولى باتجاه أوروبا. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن تحسن الطقس في الربيع شجع المهربين على إخراج المهاجرين من أماكن احتجازهم في ليبيا. أضاف دويل أن 900 مهاجر على الأقل لقوا حتفهم أو أصبحوا في عداد المفقودين خلال محاولتهم للوصول إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام، وجرى إنقاذ 36,000 مهاجر. قال ماتياس فيكل وزير الداخلية الفرنسي إن السلطات ألقت القبض على فرنسيين في مدينة مارسيليا الساحلية الجنوبية صباح اليوم لتخطيطهما لهجوم وشيك وعنيف قبل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن المشتبه بهما المتشددين فرنسيان من مواليد 87 و93 كانا يعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية بفرنسا. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من قناة ميديا تي في من طنجة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.